حنان حجاجي 30 سنه، انا من اصول امازيغيه، تزاديت وكبرت في مدينه اكادير. الاب ديالي كينتمي لواحد الدوار صغير سميتو تعميريت، والام ديالي من دراركه، هادشي في نواحي اكادير. حاليا انا ساكنه في مدينه الدار البيضاء، مجوجه وعندي جوج وليدات. انا ياسمين صدقي، في عمري 26 سنه، من مدينه اسفي. بابا اصله من اسفي وماما عندها اصول تطوانيه ومستقره في مدينه الدار البيضاء. البروجي كيفاش جا؟ انا وصاحبتي عندنا واحد البوان اون كومون كي كنقولوا، اللي هو لا مود و الرسم، لا بانتور اون جينيرال. وهنا كنا ديجا فكرنا نديرو بزاف ديال المشاريع، يعني كنا كنجلسو وكنحطو فوق الورق، هنديرو هادي هادي. وفي الاخر اتفقنا وجاتنا الفكره اننا غادي نديرو الرسم، احنا كنديرو لا بيرسوناليزاسيون على كل شيء، ولكن تخصصنا في الدين. والصراحه كان عندي اكسبيريونس بزاف، يعني خدمت في بزاف تاع الميادين، واشاك فوا كنت وقف حيت ما كنلقاش راحتي. يعني نقدروا نقولوا عندي واحد ليسبري دارتيست، كنبغي ما عنديش مع الجلسه ديال البيرو ولا شي حاجه اللي مرتبطه بواحد المواعيد اللي هي محدده، فكنفضل انني نخدم باغامور كوموندي، يعني كيعجبني نخدم شي حاجه اللي كنرتاح فيها. وهذا الشيء من جات الفكره اصلا اننا نخدموا بهذا الماتيغ اللي هي الصباغه اللي كتعجبنا. بدينا سوغ ان كو تيت، ما لقيناش راحتنا في حتى شي حاجه كنا درناها من قبل، وقلنا اجي نشوفوا شي حاجه نكونوا فيها نرتاحوا فيها نديروها براحتنا. صافي، وحاولنا نجمعوا ما بين كاع داكشي اللي كيعجبنا. قلنا كتعجبنا لا مود، كيعجبنا الرسم، الصباغه، انا كتعجبني الخياطه. قلنا من مورا بزاف ديال الافكار دازوا علينا، قلنا نديرو البيرسوناليزاسيون على الجين، نتخصصو في الجين، ولكن اكوتي كنديرو بيرسوناليزاسيون على كاع الحوايج. لا سيناتور ديالي كما كيقولوا سي لو تراديسيونيل، تو سكي فام بربر، فام ماروكين اون جينيرال. حنان متخصصه في المراه التقليديه، كتصبغ لي بورتري ديال المراه التقليديه. انا كندير لو بورتري ديال المراه عصريه في نطاق تقليدي، يعني بحال هكا غادي ندير الماكياج عصري، والمراه لابسه قفطان تقليدي، موراها ان كادر ديال الزليج بحال هذا لو ستيل. هذا كندور بالسفيفه، العقاد يقدروا يكونوا عقاد ولا دي بيرل، بحال دابا هاد لو ديتاي ديال لابوك. المهم كندخل بزاف ديال لي ديتاي في لو ديسان. اكيد، يعني حنا اون في دي فوا لا بلوبار دو طون دي ريبرودكسيون ديال دي تابلو لي ديجا اكزيستون، كنقدروا نزيدو من عندنا. بحال قلتي عندنا اون بانك دو فوتو اللي كناخذو منها، حنا كنديرو لي بروبوزيسيون للناس، وكاين الناس اللي كيكون عندهم ديجا ان ديسان في راسهم اللي كانوا عاشقين وما لقاوش كيفاش يديروا، حنا كنعاودو نديرو لا كنعاودو نديروه ليهم. غادي نبداو، غادي نديرو 500 درهم باش غادي نبداو، غادي نشرو بها الصباغه ولي بانسو. هادشي اول حاجه درناها، غادي نتعلمو في حوايجنا، يعني حوايجي، حوايجها، حوايج لونتوراج ديالنا، غادي نجربو فيهم، نصبنوهم ونعاودو نصبنوهم باش بيان سور باش كنبغيو نعطيو لا كاليتي لو كليون. هكا باش بدينا، يعني غير بالزعامه كي كيقولوا سي نيتي با زعما اون غروند سوم دارجون ولا العكس. بدينا كما قلت لك 500 درهم اللي شدات لينا بيان سور. هذه 500 درهم الصباغه راه خدمنا بها كيلكو موا كوميم. صافي، هادشي اللي كاين. لقيت راحتي بزاف هاد ليكسبيريونس. هذا سي ان بروجي اللي فريمون اكثر حاجه كنت نقدر نديرها ونرتاح فيها دوبي توجور. لا سوم قليله بزاف، 500 درهم باش بدينا ان بروجي. في الاول كاين اللي قال لنا زعما راه يقدر ما يصدقش هذا الشيء، كاين اللي ما شجعناش، وعلى العكس كاين اللي شجعنا وقلنا غير زعمو، واذا ما زعمتوش اللي كيخاف واللي كيقول لا بلاتي تندير هادي تندير هادي. المهم هذيك الزعامه زعمتني حنان اكثر، حيت حتى هي تبارك الله زعمه. نقول لك انه في خارج المغرب كثر، يعني الناس كيعجبهم اي حاجه مصنوعه باليد، فبزاف ماشي غير في اوروبا، في الولايات المتحده الامريكيه، يعني بزاف الناس كتدوز لي كوموند ديالها. الصراحه ما توقعناش انه غادي يكون نجاح بحال هكا، الناس تجاوبت معنا في المغرب وفي خارج المغرب، اللي هادشي كيزيد يفرحنا وكيزيد يخلينا نزيدو للقدام، بحال كنعطيوهم حياه جديده للملابس. انا بوغ موا الصنعه سي دولار، الصنعة زوينة، الناس غير تشجع وتبدا ما تخافش.
غتلقاي راحتك فشي حاجه اللي انت كتعرفي ديريها مزيان احسن من شي حاجه اللي غير المهم مع كل احترامي للناس اللي دي سالاري وعزيز عليهم يخدموا في ان كادر سالاريال شي حاجه يدويه انا كنلقى راحتي فشي حاجه ديال الصناعه. كاين اللي غير كيتخوف كيخاف من الفشل. هو ماشي عيب انك تفشل، راه تفشل وتعاود تنوض وتفشل وتعاود تنوض عادي جدا، غير الزعامه. وسورتو انا كنشجع البنات صحابات اللي متفاهمات، حيت بحال قلتي انا وياسمين مثلا فاش كنزيد خطوه كنلقاها سبقتني بجوج خطوات، يعني كنتعاونوا مع بعضياتنا زعما ما فيها حتى شي حاجه، راه ما جاتش بلي مويه، راه من ابسط الحاجه تقدر دير. كاين اللي كيقول لك حكا حيت ما كاينش الفلوس ما غاديش ندير، لا بالعكس حنا بجينا من الصفر والحمد لله ربي انت كي كتشوفي استجب لينا ولا عندنا ولينا كنتعرفوا شويه بشويه الحمد لله. ايوا هادشي اللي كاين، يعني غير زعما